بناء على توجيهات محافظ صلاح الدين، قامت الكوادر الفنية في قسم مجاري بيجي بحملة لتنظيف وتسليك شبكات المجاري في القضاء. وقال المهندس نمر عادل مدير مجاري المحافظة أن الأعمال مستمرة وبوتيرة متصاعدة لإنهاء مشروع بيجي الكبير، والذي وصلت نسب الإنجاز فيه إلى ما يقرب من 80%. بناء على توجيهات السيد المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر خليل، قامت كوادرنا في قضاء بيجي، كوادر مركز مجاري بيجي التابعة لمديرية مجاري صلاح الدين، بحملات واسعة لتنظيف وتسليك الشبكات الخاصة بكل أحياء بيجي، وذلك استعدادا لموسم الأمطار فصل الشتاء. وكذلك هناك أعمال جادة وحقيقية في مشروع مجاري بيجي الكبير الذي وصل لمراحل متقدمة من الإنشاء، وصل ما يقارب نسبة إنجاز 79%، وهذه النسبة يعني أنا أعتبرها نسبة جيدة جدا بالواقع. والآن مد خطوط ناقلة في حي التأميم، وكذلك هناك رفع فرق لرفع مناسيب الشبكات المجاري المنفذة سابقا في جميع أحياء بيجي. أما في السوق هنالك حملة إعادة دائمية لما تم تنفيذه في قضاء بيجي. باشرت كوادر العاملة في مشروع مجاري بيجي من الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري ودائرة المهندس المقيم بتاريخ 9/1/2019، وما زال العمل مستمر، وكانت نسبة الإنجاز في وقت المباشرة بحدود 60%، والآن مقاربة لل 80%، 75 إلى 80% بالنسبة للشبكات، والعمل مستمر بالخطوط الناقلة في حي التأميم الآن، وأعمال الإعادة الدائمية في منطقة السوق، والعمل مستمر الحمد لله، ما عدنا أي توقف. الفترة الزمنية المتبقية لحد الأصلية لحد الآن ما انتهت، وإحنا مطالبين بفترة إضافية لغرض أعمال صيانة الشبكات القديمة، لأن الشبكات القديمة كانت منفذة قبل أعمال داعش، صارت عليها أعمال أضرار واندثارات، وحسب قرار مجلس الوزراء تم إعداد كشف خاص بأعمال أضرار واندثارات، وطلبنا عليها مدة إضافية للعمل، وتقريبا أنجز هذا العمل الخاص بالأضرار والاندثارات، وحاليا عندنا رفع أغطية بالشبكات القديمة بالنسبة للمنهولات. قضاء بيجي قضاء منكوب، تعرض إلى دمار، وإحنا مقبلين على الشتاء، موسم الشتاء، والمدينة محتاجة إلى خدمات وجهد كبير. محافظ صلاح الدين يزور القضاء وباقي الدوائر كلها تعمل بجهود مبذولة وبارك الله بهم، لكن احنا نطلب انه تكثيف جهود الدوائر الخدمية في هذه المدينة من خدمات من كل الأمور. والله مشروع المجاري الحمد لله والشكر مستمر بالعمل وإنجاز كبير به، لكن نريد يعني دعم اكبر. نشكره وتوجيهاته واهتمامه بالقضاء حيل زين، يعني كل زياراته مستمره على القضاء، واكو فرق كثير يعني، ان شاء الله راضين عنه، ونريد بعد احسن يعني، نريد بعد احسن ان شاء الله. والله العمل يعني زين حيل زين، بس بطيء يعني، نريد شوي، لان يعني الدمار يعني كثير بالولايه حيل متاذيه، فحركه الاعمار شويه بطيئه، بس اريدها شويه تكون اسرع، لان حاجه الناس والشتاء مقبل علينا يعني، رغم جهودهم والله ما مقصرين يعني حيل زينين، بس يعني تكون اسرع والشتاء قادم يعني. نشكر طبعا السيد المحافظ لاهتمامه بالموضوع، بس المشكله البيجي هي تعرفها منطقه منكوبه، ان شاء الله نتامل زيارات مستمره، وان شاء الله نطلب السيد المحافظ العمل بعد اكثر في مجال خدمات، في مجال مجاري، في مجال الماء والمجاري، في مجال التبليط، يعني هاي كلها نشكر السيد المحافظ عليها، ونتأمل إن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله يكون عمل مستمر في قضاء بيجي، ونشكركم على تواصلكم معنا، ونشكر السيد المحافظ سيادة المسؤولين. الله كلها يعني خدمات ما شافت عينك، شغل مستمر، وأسواق يعني كلها ما شاء الله عليها، هدوء وأمان،